والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يوم التروية هو اليوم الذي يخرج الناس فيه إلى منى، يخرجون إلى منى، سمي يوم التروية لأنهم كانوا في ذلك الوقت ليس على طريق مكة ولا في المشاعر ماء، فكانوا يحملون معهم الماء ويتروون فيه. ويحرم الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة أو من منى، وهذا للمتمتع ولأهل مكة، ومن جاء من الأمصار للقارن والمفرد فيحرم من ميقات بلده، ويفعل الحاج عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي، وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، إلا أنه يقول لبيك حجا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، يكرر هذا. وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يوم التروية يكون في منى، يبقى الحجاج في منى ويصلون فيها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة، ينزلون فيها ويصلون فيها، يجمعون الظهر والعصر في عرفة. ويجتهد المسلم في الدعاء والذكر والاستغفار في يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيكرر هذا الذكر بين فترة وأخرى إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء حين وصوله، ثم يبيت بها إلى أن يصلي الفجر. أول ما يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للرباعية، ثم يبيتون فيها، إن أرادوا كمال العمل يصبرون إلى أن تطلع الشمس، وإن أرادوا الترخص فإنهم إذا انتصف الليل يذهبون إلى منى. ثم يسير إلى منى ليرمي جمرة العقبة، يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم يذبح الهدي أو أن يقوم بتوكيل الجهات المختصة في ذبح الهدي عنه، ثم يحلق رأسه. وأما المرأة فحقها التقصير، إذا رمى جمرة العقبة يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، يلبس ثياب التحلل الأول، التحلل الأول الذي يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أهله إلا زوجته. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحج. طواف الإفاضة وقته موسع، وحتى لو أخره إلى آخر شيء من أيام التشريق فلا بأس. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها تلك الليالي، أي ليلة الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة. الرمي في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويمتد إلى منتصف الليل. نعم. وفي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، وهذا أفضل. فإذا انتهى من حجه وأراد السفر فإنه لا يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع. إذا أراد السفر منهيا للحج فإنه يطوف للوداع، لا يغادر حتى يطوف للوداع. كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهد بالبيت. ويستثنى من ذلك المرأة إذا حاضت ف
فلا وداع عليها. إذا أخر طواف الإفاضة فأداه عند السفر يكفي عن الوداع، وأما إذا قدمه فلا بد من الوداع عند السفر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.